الخميس 5 ديسمبر 2024، مرحبا بكم في موعد جديد من سبور ميكس. نجم تتابعونا وينما كنتوا في تونس الكبرى من خلال الفريكونس نتاعنا 106.9، تشاهدونا ايضا بالصوت والصوره في اللايف ستريمينغ تلقاوه بدايه التسويت على قناتنا في يوتيوب سونغون. برشا مواضيع في الحصه نتاعنا اليوم، نحكيو على الترجي الرياضي التونسي اليوم، الحدث اكيد قرعه كاس العالم الانديه، قرعه منتظره خاصة من جماهير الترجي الرياضي التونسي. نحكيو على السي اس اس والمقابلات الافريقية للترجي، وايضا النادي الصفاقس، نحكيو عن النادي الافريقي ايضا النجم الرياضي الساحلي. لكن بداية الحديث باش تكون بكرة اليد، حدث البارح كان تأهل منتخب الوسطيات لكرة اليد. قبل ما نمشيو لضيفنا اللي بتايفونا، نرحب ضيوفنا في البلاتو ذاكر الواتي، مرحبا. مرحبا اسلام، مرحبا بالحضور المستمعين المتفرجين. ايضا طارق العبدلي، مرحبا. مرحبا اسلام، مرحبا بالحضور ومستمعي ذات مسك. زميلنا وصديقنا اسكندر الحجام، مرحبا من تلفزه. تحيه لك سلام وكل الحضور بتاعت الحال ضيوف وكل مستمعي ذا. شكرا لك اسكندر. ايضا طارق الزيادي، مرحبا. مرحبا بك سلام، مرحبا بالخيان وبالساده المستمعين. نحاولوا لكينشاسا من الشرقيه، نمشيو لكينشاسا وين موجود معنا بالتليفون المدرب احمد محمود منتخب الوطني التونسي. السيدات البارح كانت تاهل المونديال وتاهل نصف نهائي كاس افريقيا. سيد احمد، مرحبا بك. نعرفش معنا موجود تليفون ولا زيد احمد تسمع فينا؟ نعرفش لو كان سليم تشوف لنا اتصال. موش يسمع فينا بالقاعدة، ظهر لي سيد احمد محمود من الستاف تكنيك متاع المنتخب التونسي لكرة اليد سيدات. البارح كان فوز كبير للمنتخب، نعاودوا نتصلوا به. خلينا ناخذ تعليق مع عندك اسكندر، نبدا معاك. البارح ظهر لي بعد البداية صعيبة شوية منتخب كرة اليد في السيدات، البارح ظهر لي كان التأهل اللي مهم برشا على الأقل المعنويات. أكثر من مهم بطبيعة الحال اسلام، نحن ديما الكلمة الشهيرة عاقدين العزم على الذكور، الذكور هما اللي مطمنيننا أكثر، هما اللي في العادة نعطيو فيهم الثقة أكثر أنهم يتأهلوا. المرة هذه السيدات كانوا سيدات تونس بيتم معنى الكلمة، أكيد تأهل اللي خلينا فرحانين الناس الكل بصعوبة، ما هوش سهل. بداية كانت متعثرة برشا، شكوا أن المنتخب التونسي نجم يتأهل، ولكن كنت على عكس ذلك، كنت على يقين وأنه كل ما يبدأ فريق ولا منتخب يبدأ بداية صعبة إلا أنه نسبة الكبيرة النجم يكون متأهل. هذه على الأقل ظهر هذه في السنوات الأخيرة تونسية تونسية بامتياز. ولا خلينا نمشيو لكينشاسا، هو معنا أحمد محمود. مرحبا كوتش. عسلام أخويا سلام، نهارك زين ونهاركم طيب جميع الحضور جميع المستمعين. شنو أحوالك؟ شنو الأمور؟ والله لاباس لاباس. أنا أخويا مبارك لكم ومبارك لأرواحنا بالتأهل. كما كان يحكي اسكندر بعد البداية اللي كانت صعيبة شوية في البطولة هذه سيد أحمد. والله ما ننكروش اللي البداية كانت صعيبة صحيح، مي زادة يلزمنا نعرفوا المجموعة اللي كنا فيها، زادة هي مجموعة معناها نجموا نقولوا عليها مجموعة حديدية، أبار معناها المنتخب الأنغولي اللي معناها يلزم يكون موجود في الدور الربع النهائي ونصف النهائي، هذاك معناها ما فيش كلام. فما أربع فرق قعدوا يتنافسوا معناها على المراكز الأربعة الأولى، وكان سكور معناها قريب برشا معناها، وإحنا كنا بعد ماتش أنغولا معناها حطينا ليزوبجيكتيف نتاعنا أون دوا تيتر كاليفي للكار دو فينال، ما تنجمش تحسب برشا تترشح الثاني تترشح الثالث تترشح الرابع، ما تنجمش تختار لادفيرسير نتاعك الافونس، وديجا بان بالكاشف اللي هو في اخر لحظه في اخر جوله معناها من الدور المجموعات باش ولات كان المنتخب السنغالي هو الاولاني ولا الثالث، ولات الكونغو هي الاولانيه ولعبناها احنا. دونك نرجع للبدايه صعيبه صحيح، بدايه صعيبه لكن ما كناش خايبين معناها، فما دي بتي ديتا كي اون في لا ديفيرونس في ماتش غينيا، بعد في ماتش الار دي سي، في ماتش الكامرون كيف عرفت، قعدنا كل ماتش نحاولوا ناخذوا منه الباهي ونصلحوا منه الخايب، خاطر نعرفوا عندك الحق تنجم تخسر مش مشكل في الدور الاولاني، الله لا يقدر ما يلزمكش تخسر في الدور الربع النهائي على خاطر هو اللي يهزك للبطولة العالم، هو اللي باش يخلي معنا سيكل دو ترافاي يكمل يخدم والبنات هذوما يكملوا يخدموا. الحمد لله الحمد لله اللي احنا اليوم معناها في الدور النصف النهائي. شنو هي حظوظنا في الدومي فينال؟ اسهل شويه الدومي فينال نتاعنا من ماتش الاخر اللي بعدنا على انغولا خاصه. صحيح ما دامك هو شوف سام باش نكونوا واضحين، سور بابي فما كان ليكيب تاع انغولا هي اللي امباتابل سور بابي، معناها اليوم نحكيو انغولا لعبه معناها جوز اولمبيك
وكانت تتحضر في تورنوا لعبت كونتر ليكيب دو فرانس وكونتر تشيك، معناها في معناها قاعده تخدم في نيفو معناها عالي وعندها مده ومدرب جديد وسيكل دو ترافاي جديد، وفما بنات زاده دخلوا معناها ليكيب ناسيونال اللي هما يلعبوا في البطولات الاوروبيه، وفيهم حتى اللي يلعبوا في البطوله معناها في الانغوليه في بيترو وبريميرو، لكن فما بلاعبات الحقيقه اللي يلعبوا معناها في الدور الاوروبي والدور الممتاز. الحظوظ نتاعنا اي فريق بخلاف الفريق الانغولي معناها سي جوابل، معناها نجم كيما نجم معناها نجم نربحوه، ما نجموش نقولوا صعيبه ولا مهمه مستحيله. ان شاء الله بارتير من اليوم الصباح تو معناها باش نكلمك وندخلوا نبداو نحضروا الفريق السنغالي. الحقيقه نتاع ربي زاد لعبنا له معناها في تونس في شهر ابريل اللي فات، وكانوا تعداو زوز مقابلات وديه لكن باهين، ربحنا مره ان بوان وخسرنا مره ان بوان، نعرفوه يعرفونا الماجوريتي نتاع اللاعبات نتاعو يلعبوا في الدرجه المحترفه الاولى الفرنسيه، فما حتى لاعبه تلعب مع لعبه المنتخب نتاعنا كانت تلعب مع رقي الرزقي، دونك نعرفوا عليه كل صغيره وكبيره، هو زاد يعرف علينا كل صغيره وكبيره. ان شاء الله احنا غدوه لجور جي نتاع الماتش نكونوا معناها حاضرين 100%، واللي باش يكون حاضر معناها مونتالمون ان شاء الله احنا باش كنا نلعبوا اقل ستريس، معناها مش كيما ما عندكش الحق تخسر ما تمشيش بطوله العالم، اليوم بطوله العالم هي اللي اكيز، نطمعوا حقنا باش نحلموا ان شاء الله باش نعملوا دور نهائي ان شاء الله. سيد احمد حبينا توضيح بخصوص وضعيه المدرب نتاع المنتخب، بواش شكل متقال على اشغاب في المقابلات الاولى، سمعنا اللي عنده مرض معدي، بعد شفناه في الماتش من بعد قبل كمامه، البارح شفناه حتى معناتها وقفوه على البنك بلاش كمامه، وان بلوس معناتها حتى قريب برشا للستاف واللاعبين، وحتى شفناه في الاحتفالات بالتعنيق، معناها شنو اللي صار بالضبط معناها؟ والله شوف هي وضعيه طبيه، المرض مش معدي معناها مرض مخطر، لا هو معناها تقلق، عنده انفكسيون انتستينال وعنده انفكسيون اورينير معناها، فهمت؟ كان خير الدكتور عبد الكافي معناها دكتور المنتخب اللي هو باتصال مع الطبيب نتاع الكاش بي واللي دوكيني نتاعنا اللي معانا لهنا، كان خير نهارين الاولانيين سورتو النهار الاولاني ماتش اللي هو ماتش الار دي سي باش يكون ماهوش موجود مع الفريق بالكل، رغم المدرب الح باش يكون موجود ويقعد على البنك. بالنسبه للنهار الثاني كانوا عطاوه لوتوريزاسيون باش يقعد ويحط البابيت، دونك ما فماش حاجه مخطره معديه، لكن هو معناها على المستوى البدني عنده إرهاق كبير، ساعات كيف يقعد واقف معناها المدة معناها نقولوا درجين ما تعرف الماتش فيه برشا بريسيون وبرشا ضغط وماشي وجاي، ساعات فما حتى كيما البالبيتاسيون اللي تطلع معناها الفريكونس كاردياك وكل، دونك قاعدين نجريو في السيتواسيون معناها اللي حاضر يزازي نقولوا احنا وكا وميونجير، هو إلى نسيس باش يكون موجود، ما فماش حاجة مخطرة على اللاعبات ولا على الستاف، لكن بدنيا معناها هو ماهوش في كامل حالته الطبيعيه. اخر سؤال، انجاز الجزائري نجم يتعاود؟ نحلم خويا ولا صعيب شويه الامور مع هذه؟ لا نقول لك بكل كما قلت لك سلام، نكونوا واقعيين وصراحة مع انفسنا، سور بابي فما كان الفريق الانغولي اللي هو امباتاب، تبقى كرة اليد كل ماتش وماتشوه كل ماتش وحقيقته، احنا اليوم يلزم نخمو في الدور النصف النهائي، نتعداو معناها الماتش نتاع الدور النصف النهائي بعد يعمل الدور النهائي فوالا، ان شاء الله ان شاء الله احنا قادرين، فما عزيمه نتاع جوارات، فما عزيمه نتاع الستاف ونتاع المسؤولين الكل، بدينا ديجا نحضروا في الدور النصف النهائي من اليوم الصباح، وان شاء الله ربي يجيبنا في السواب ان شاء الله ربي يجيبنا في السواب. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك سيد أحمد، بلغ تحياتنا للستاف والبنات الكل، وإحنا التوانسة الكل معاكم قلبا وقالبا، إن شاء الله التتويج اللي ملاه ولو إن المهمة صعبة شوية، شكرا لك سيد أحمد على قبول الدعوة. بارك الله فيك، إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله نفرحوكم يا ربي، ميرسي. إن شاء الله، خلينا ناخذ تعليق من عندك سكاند. الوقت اللي واحد يحكي هو سيفريرا وصعيبة، أنغولا في الهوند، كينيا في الفولي، هذوما نحكيو على البنات أمباتابل، مي وقت اللي واحد يحب يربح يتفكر ماتش بوسالم كونتر الزمالك، ربي انا جايك برك دقيقه، هذوكم بنات ليه بنات بنات دي سون بنات سيدك بنية جسدية نتاع رجال، اي لا لا هو فما فريق بنية جسدية نتاع رجال والله يا بارت، مش خاطر ماهمش يسمعوا فينا نتنمروا معاهم، لا 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 على البنية الجسدية اللي حاب يفوز في ماتش ويت كيف ناكا معليه، كان يتذكر ماتش مولدية بوسالم والزمالك المصري وقت اللي الزمالك فاز ببطولة افريقيا قبل ما تنطلق
ولكن بلدية بوسالم كان حق الانجاز وفاز على الزمالك والفارق كان كبير برشا. دونك الإرادة والعزيمة اما راهو فما ربي طرفة صغيرة اسلام ونكملوا في تورنوا في فولي بطولة افريقيا في قليبيا فما فريق كيني فما جوارة رقم خمسة تفكره ولاد الفولي تو يعرفوني فيش قاعد نحكي شكوا فيها ايه تصير فما حافظ فما ديكا يصيروا وقع احتجاج من نادي نسائي بقرطاج ومن الاهلي المصري ومن كذا قالوا دي ثبتونا في رقم خمس معناتها الوجه وجه معناتها رجل والبدن كيف كيف واكد وقتها الدكتور فؤاد عبد السلام المصري انه راهو وقع التثبت والتاكد وكذا وراه شوف سكنتير ولكن هذا تاكيد الكلام ذاكر على اساس البنيه انا سافرت في خدمه برشا لفريق يودي تمشي الواحد بالحق حتى في الجيل يقول لك يجيبك باسبور عام 84 يقول تحب نبدله لك مباشرة يبدله بشي تبدأ تستحق على كوبي ما هو باش تهزو البلاص يجيبك 88 معناتها عادي عادي وهما انا يقولوا لي من العطار يجيبوا باسبور لا فما حاجة أخرى هو ربك سبحانه حتى ريت في هاو لعبوا الأولاد كيجيو لزافريكا حتى الروتور نتاعهم ولا الروبريز يحضروا قبل الناس كل من عند ربي صحيح. عندهم بنيه جسديه نساء ورجال واللي زاتلات في العالم شنو وبربي قاعدين يتطوروا راه ورد كنا في تونس ما لقيناش حد والمنافسه كانت تونسيه مصريه ديما ممكن جزائريه بعض الاحيان ولكن توا لافريك نوار اونتر بارونتيز قاعده تتطور اسكندر اسكندر توا العباد يلوموا تونس والله خايبه في الكوره لعبنا معنا ميبا هما قاعدين يتطوروا واحنا بالحق قاعدين نوخروا لكن هما تمشي راه لازم نوخروا نحن ستابل يا سيدي اما هما يتطوروا قاعدين يتطوروا برشا حتى شوف شوف البطوله الموريتانيه وقتاش الكره مصطلحات ما نحبش نستعملوهم كيما الافريك نوار اسكندر لا 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 انا حساس من المصطلحات هذه نقولوا جنوب الصحراء نقولوا حاجه ما نحبهاش الافريك نوار حتى في الشعار لا لا هو ما يقصد شيء ما فيش حتى نوع من الراسيزم بالعكس هي تقال في كل العالم هي حتى شعار في الالعاب الاولمبيه هي الدوره كحله شوف يا افريقيا نوار شنو مقسم نحن شمال افريقيا وبعض البلدان الاخرى نحن بيوم البشره نتاعنا ما نفضلهاش ما نفضلهاش نقولوا جنوب الصحراء جنوب الصحراء ولكن ما فيش حتى قل بالعكس احتراماتنا للافريقي قارتنا اللي ننتمي لها بكل الالوان نتاع البشره بالعكس شفت الكره اللي خرجنا رصاص انت وانت باش تحكي ما هو دوري ذاك دوري نكون فايق انا فما عبيت اول خاطر انت هاك وضحت انت كنت باش تعدي هكاك ودوروا زاد من بعد تلقى تيتر شباب التصوير اللي انت قلت لافريك يا سامحني والله يا ذكر يطلبوا فيا من بريطانيا على خاطرك انت ربي شذكر الكلمه اللي ولدي اقرا اقرا الواحد تقرا ستين والله عليك مرتين ولا تصيبوا فيك قلت له لا صح قلتها انا ما فهمتش انه نحكي على شكون نحكي على السنغال وكذا سلام هو يحب يزيد يوضح لا 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 حتى سبين انا ملقح ضد سبين عندي عوام اللي انت تلعب في كوره اما سبين شركه معي اللي هبر شركه يا خلينا نحكيو نتعداو للموضوع الثاني في الحصه نتاعنا اليوم الحدث هو اليوم اكيد بالاضافه لترشح المنتخب القرعه نتاع كاس العالم للانديه حدث كبير حق عالميا فرحانين فما ممثل تونس فيه في البطوله كيما هكا خلينا ناخذ تعليق من عندك طارق العبدلي اليوم ظهر لي السبعه نتاع العشيه الناس الكل تستنى في ترجي خاصة مع شكون باش تجيب نظر الاسامي الكبيرة الموجودة في القرعة صحيح سلام الترجي والترجيين الكل ونحكيه حتى على الجمهور الرياضي بصفة عامة يستنى في القرعة هذه بتبيع كن نحكيه على ممثل تونس نحكيه على فريق تونسي اليوم في أمريكا اليوم موجود مع كبار العالم هذوما الاحتكاك أول حاجة والسفر لأمريكا وشكون تمثل الرياضة التونسية ككل معناها هذا حاجة مهمة ياسر ودرابو تونس ديما موجود اليوم موجود بالترجي بتبيع الناس الكل تستنى في السبعة متاع العشية تستنى مع شكون باش تجي واحد يقول لك ريال آخر يقول لك اليوفي كل واحد يحط معناها في البول باش ناخذ ليبول حظ موفق للترجي حاجة باهية برشا تشرف برشا وسورتو ليسبيرونس معناها هذا من نعرفوه من الصيف اللي الترجي قادمة على كاس عالم للأندية مش ديما تصير مش ديما معناها الفرق التونسية تشارك في كوس العالم هذوما سورتو حاجة جديدة برشا
معناه ماديا الترجي ربح، تسويقيا الترجي ربح، سياحيا للبلاد زاد الترجي ربح، وتونس زاد ربح معناه مع الترجي. اسكندر كأنه مع قرب البطولة بدأ هكا الاهتمام بها يزيد أكثر. بيان سور 32 فريق مونديال لأول مرة في النسخة هذه. ماذا بيا راني في ميامي اليوم، منها زيارة لميامي ومنها واحد يعيش القرعة ويزيد يخلط مع التابيدي، لأنه لما تشوف ريال مدريد والبايرن وبي اس جي وفلامينغو وبالميراس سيتي وريفر بلايت وفلامينيزي من سامي 32 فريق سميت 8 في المستوى الأول. دونك سيرمون ممثل كرة قدم تونسية ترجي في وجه واحد فيهم. فرانشمون ماذا بيه غوارديولا في اللعبة؟ أتى نقول لك بعد شو ماذا بيك؟ أتى أرجع لك. طارق الزيدي اليوم ظهر لي الاهتمام ولا زيد مونديال الأندية؟ أكيد عبارة كأس عالم مصغرة، معناتها الناس كلت العالم الكل معناتها يستنى في القرعة، والاهتمام سواء شارع التونسي ولا حتى العالم العربي ولا العالم الكل يستنى في التظاهرة هذه، والناس كلها الاحتمالات كونتر يحب اللي يحب الترجي يحب يشوفها في مع معناتها ديزيكيب، واللي يحب الترجي هم الكل قويين، ما عندكش كونتر على هذا. اللي يحب الترجي كونتر ايكيب يقول لك السيتي والانتر والكاليبر الكبار يقول لك فهمت تاع سلانج اوبشن جي كنت تحب بعد شوي. ذاك الوقت باش نسالك سؤال سالته الاولاد البارح، انت الناس كل تعرف انك كلوبيست معناها تهمك معناتها بطوله معناتها تشارك فيها ترجي، خاطر نشوفوا حتى برشا تنبير في فيسبوك لايمتى هذيا، تهمك انت معناتها تونس تكون ممثله بطوله كما هكا ولا لا ترجي تمثل كذا وما تمثلش تونس؟ انت تحب رايين ولا راي بتاعت ايت؟ رايك انت رايك انت ايش فيك مركز على التكروهات؟ هو شبعين فيا بالسبب. اعطيني رايك انت اخويا. شو عمري جيت قلت لك شنو تقول بس اعطيني ديت قبل الحصه ولا شنو؟ لا 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 بس عباد تفهم كل واحد يخدم خدمته. قول انت تقول تحب ولا انا تيتر نحب؟ بالحصه ناكل ونطق. اسمعني اخويا خلينا نحكي تو سيريو شوي. انا راني مسؤول وقلت لك من نهاريك والناس تصنت فينا وديما نحكي على البلاتوات نجم من برا في الكواليس نشيخ عليك وتشيخ علي ونحبك تربح نحبك تخسر هذيك ما تحب ولا تكره فما ضربوا تونس في الموضوع. كي باش تتفرج نذكر 2007 اسكندر انا في نزل وقت نجمه خرجت الصباح 7 تاع الصباح مشيت القهوه حتى يتقهوى شي شو توصل كل شو القهوه وقتها باش يتفرج في 2007 راه ديما تلقى نشوه هذيك ما باش تقول لي تحبها تربح تحبها تخسر هذيك موجوده باتشوكا راه موجوده هذيك عاديه ما كي في اي تظاهره انت تلقى حاجه تابعة تونس كما قال لك كالعام ابو سالم اللي كان ما ينتظرها حتى حد تعرف بها كما قال طارق وتعرف بتونس وتعرف كاس العالم الانديه كي باش نحكيو نحب نحكيو راه عندنا وطن وعندنا درب وبلاد ما نش نحكيو تحب تربح تحب تهز تحب تخسر مش هذا الموضوع اي فريق تونسي باش يشارك لازم نكونوا فرحانين تو سامبلومون يعطيك الصحه ليه ليه هذا هو هذه الحقيقه مش دبلوماسيه لا لا الحقيقه لا 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 شنو اسمعني مش متعصب مش متعصب مش من نوع المتعصب لا فما ناس متعصبين النادي الافريقي لكن في 90 دقيقه صحيت ولا هذا شوف اجا كي تكون النادي الافريقي طرف في الواحد بيسير وساعات عادي بالترجي كيخسر الشيخ علي ونقولوا برا ذكروا الكلوب افريكان باش تلعب غدوه في كاس العالم نشجعوا النادي الافريقي لا متفاهمين ما ماناش في عالم مثال لا مش مثال الجمعيات كل فما هكا فما هكا اللي قال لك ذاكر توا على 2007 مع النجم احنا الستة هذول قبل حتى السبعة هذول المقابلة وقتها سبعة تاع الصباح معناها العباد من خمسة تاع الصباح خرجت معناها تتفرج في الإتوال حتى الترجي 2011 فهلي نتفكر وقتها كان ماتش وقت الصباح مع السد لعبت مع السد مع السد مع السد الصباح نتفكر الماتش تسعة يمكن الصباح اختاروا توقيت عالمي هما مش ناس كل خليني نكمل لك سلام شوف ديما بالله يهديكم اللي في البلاتويت الكل خاطر كل واحد يجيب كاسكيت نتاعو الكل تو الكل نعرفوا بعضنا شنو نحبوا فماش واحد ولد كي ولا في الاعلام ما عنده جمعي يحب المنتخب لكن فما عباد تبع فينا كان باش تقعدوا في البلاتويت مركزين على الشي يحكيوا عليك بالباهي والجمال الادفيرسي الشي يحكي عليك رانا نعديه في تصويره خايبه احنا اي فريق يترشح تظاهر برا التراب التونسي سجل. رانا نفحوا لكن هذيك وبعد الكواليس وكل هذيك هذاك الشارع نتاع الكوره نحبك تخسر وتحبني نربح وكي تربح تستيتر تيخ عليا هذاك معناتها ما نحكيوش فيه كيما مثلا وقت اللي جوار يتعدى باساجا فيد وهو لاعب منتخب كيما الجول
تذكر شو حكيت انا. فما جماعه من الكلوب فيا، فما اللي داخل من هنا يقول لي اسمع بربي يقول هكا وهكا، نقول له وري ضو عينيك، فهمت انت تعرف شخصيتي وتعرف كاركتيري. وكيما زاد وقت اللي جوار تعدى بازمه شخصيه وتشد على موضوع العباد كيفاش ولات تعمل عليه في فصيل احنا نتاعنا التونسي، لازم العباد تخمم. راه شوف انا قاعد هوني، راه عندي ولدي قاعد يقرا، قاعد سكندر قاعد غادر، عنده خوه قاعد يقرا، راه حاولوا نحترموا، خليوا الكوره للكوره، خليوا الشيخه كلك سوا باهيه ولا خايبه فك 90 دقيقه. ايش ناقصه هي تقول انت؟ وليت العباد تجيب الذمه، فما عباد وليت كيما لقاوش واحد في بلاتو يسب يقول كذا كانوا ماشي يحضر في بلاتو. باهي خلينا نعملوا لعبه، مو لعبه مش لعبه هي. حمناخو شكون تفضلوا تجي مع ترجي اليوم في القرعه؟ باش اسالكم بالواحد بالواحد. انا قرمه هي وملعب المالي. بجد تحب تفضل؟ اي الشيء بعد بريس فما شكون مثلا. سمعت جمعيه تعدى بعدين تتفجع. سمعت رياض بنور الصباح في الديوان قال نفضل نلعب مع ريال ماتش بريستيج، معناها ماتش ما يقعد في التاريخ. ملكي ملكي. خلينا ناخذ رايكم انتم. خذ رايين الاولين. اللي يبدا ما تعرف على الفك هذاك بعيد علي اليوم. ماشي خليتك هذاك لحظه اصبر هذاك. نبداو بالبولو الاولاني، مانشستر سيتي، ريال، بايرن، بي اس جي، فلامينغو، بالميراس، ريفر بليت، فلومينينسي. انت شكون تشوف الافضل؟ انا كما قال الريال. باهي طارق. انا سيتي خاطر سيتي والحاجه بلا سامحني طارق. علاش الريال؟ نرجع لك طارق. بون واحد من ثمانية انا تسني واحد من ثمانية مبابي بالشد وبن حميد مبابي مش والله امبارح سخفني والله سخفني ولا تحسوا عم حمادي ضيعك ضيعك قول لي زيد عم حمادي من جديد. لا لا تحية لعم حمادي كيف مع عم حمادي شكون عم حمادي الحمد لله الكل باهي تعرف قد شكون تفضل. انا سيتي الخاطر بون فما برشا اللي فان مثلا بجوارديولا وسيرتو سيتي الايامات مش ماشيه معاه سي الكوره تستغل الفرصه تستغل الفرصه بعد عام نستغل الفرصه تربح ربحت بابزار نحن ربحت الباب. وثاني حاجه سيتي معنا السيت نتاع السيتي سيرتو معنا في العوام الاخرى السيت نتاع ريال اكبر عاد اي لا مو نحكيه ديما شعبيه اي مو نحكيه زاد بو سيتي ولا ريال بالنسبه لي انا كيف كيف هما جمعيات ساعه والحاجه قولوا احنا ملوك الكره ساعه سيرتو توا معنا الاوروبيه كي نحكيو على ريال ولا نحكيو على سيتي هذوما ديما ماتشات معناها يقعدوا ديما مقابلات كبار سيرتو معناها باش تلقى برشا من معناها متفرجين وانا بالنسبه لي انا اللي يهمني كم كشخ انه العالم الكل يرى ترجي معناها سور تيران سكانت خانيخ وانت رايك انا في الاوروب نحب بايرن ميونخ ولكن ماذا بيا السيتي في الدم على المستوى الاول السيتي اخويا فرانشمون واحد جوارديولا هالنهارات مش لاقي بعد عام مازلت في الصيف جوان مازال ليش هو وكان يشد روحه شد صحيح البوادر اللي قاعد نشوفها وليها طابعين في السيتي البوادر اللي قاعد نشوفها كان يشد روحه مشي لفيها والله انا في خبر واحد انا البوادر اللي نشوفه فيها تو مش بتاع شد روحه السيزون تاع سناء ما لقاش البديل وحلم اللي صابه ولا يحكي وحده جوارديولا لا فوالا دونك مسكين في مأزق لا سيتي باش تسلم فيه لانه جوارديولا كومام باش يكمل السيزون جدد عقده هو اي فوالا دونك ما نجموش يفرقوا فيه الجمعه عنده شهر ولا حتى كاردوزو جاي نجموا يفسخوا عقده ولكن هو الاسم الكبير ما يخليوش حتى كان النتائج معناتها سلبيه اما راه باش تتواصل معاه الازمه هذه حتى انشيلوتي لا امورهم ما تعجبش ان شاء الله نستغلوا الفرصه هو جاي في البطوله بتاع تونس رغم الخساره الاولى راهو ينساو السته نتاع السيتي طلع يعني ينساو السته القاب اللي هزهم هاي تعال خلينا ناخذ رايك شكون الافضل والله بالنسبه لي انا الريال ريال مدريد الريال لان ما تعودش ماتش بريستيج مع ريال مش ديما مش ديما والعالم الكل معناتها يتمنى يلاقي معناتها النجوم هذوك وخاصه اللي جوار زاده ما تنساش مش كل عام مش تتعود لهم فما جوارات راه مش كل عام مش تتعود لهم دونك تقعد في تاريخ صحيح ضد الريال وبالله واسطه حاجه اخرى يا مروه بالله واسطه ضد الريال الفرق هذه حتى كي حابين نجيبوها ونلعبوا معاها طلبوا علينا برشا فلوس دونك سي لوكازيون معناتها لوكازيون المستوى ثاني خلينا نبدا معاك انت طارق تشيلسي دورتموند الانتر بورتو اتلتيكو مدريد بنفيكا اليوفي وسالزبورغ النمساوي اليوفي ولا دورتموند اختار واحده وقول لي علاش هما انا نحب اليوفي لكن الحقيقه معناتها خاطر اليوفي زاد نفس الشيء كيما الريال
مش بالحب يا مان باش كون هكا نجمو ولات برستيج اكثر منه كوره بطبيعه الحال. شوف كي تلعب ثلاثه ماتشوات الريال تلعب كونتر نعطيك مثلا ثلاثة ماتشوات تقول لي الريال وتقول لي اليوفي وتقول لي مثلا البايرن مثلا مثلا تلعب ثلاث هذوما مش يبقاو لك في التاريخ مش يبقاو في التاريخ. فضل اليوفي دونك فضل اليوفي فريق عنده شعبية خاصة وشعبية وبرستيج وكل شيء. نسميه الاسم كامل ولا سايب علينا اشهار فك علينا خلي سالزبورغ سالزبورغ يزي علاش في المتناول شويه قال واحد فوالا دونك نحن انا شو نقول من الكبير للصغير ماتش يزي ماتش يزي ليه ماتش فرجوي مع الرياضه ولا مع السيتي والبقيه انت ايش عندك عندك وي بول والله ما نتكلموش مع بعض بعد يحكي عندك وي بول معناتها من كاتر كلوب باش يترشحوا زوز باهي يا سيدي كونتر سيتي ولا كونتر ريال ماتش تيري بريستيجي في البك واحد معناتها لا مع سالزبورغ اللي هو كوميم راهو كيب كبيره اقل من بارابور بورتو تشيلسي وكذا يولي اللي في الهام عندك ما تختار دونك ولا في الهام عندك ما تختار طلعش يزيد دونك لهنا انا نقترح سالزبورغ النمساوي. وانت تعرف انا دورتموند خاطر نحب الالوان تاع دورتموند ساعه يعني جمعيه كدورتموند يلعبوا برشا كوره كيب تكنيك وترجي ماي فريق باش يلعب في معناها في سيرتو نحكيو في البول الثانيه دونك بالنسبه لي انا لازم تكون اضعف معناها فنيا معناها سيرتو معناها من الفرق الاخرى باش على الاقل تنجم تربح مقابله صحيح. والله توا هشام عزيزي دورتموند هشام عزيزي في التعليقات قال تعليق والله محترم وعجبني قال عجبتني كلمه عندنا ثقه في رواحنا في الاخر 11 ضد 11 ذكروا السعوديه ربحت الارجنتين في كاس العالم معناها ما نقزموش رواحنا في داخل في الماتش وخاصه كنا نتذكروا مقابلات الهلال السعودي زاد في كاس العالم معناها كان ديما في فريق يمثل السعوديه وعنده يعني مستوى ثالث اي بالضبط ذاكر اي شكونهم نعاود لك تشيلسي دورتموند لينتر بورتو اتلتيكو مدريد بنفيكا اليوفي وسالزبورغ. قولوا بورتو. علاش بورتو؟ كيما قال لك اسكندر باش تلعب تروم مورسو صعاب هو اول اللاعبين تو كان تسالهم يقول لك ماذا بيا الريال ولانتر و ريت حتى تمشي تراجي مش هزة بطولة مش هزة حتى شيء ونحكيوا عليها فنيا مش يعملوا بريستاسيون ثقة راهو كيما قالك على المثل اللي يعطيه الصح اللي يعطيه لك المستمع كان لو لوندومان تعاود السعودية والأرجنتين ما تربحش السعودية معناتها فما موتيفاسيون سبيسيال راهو حتى سهل للونتونور ما يستحقش في ريونيون باش يموتيفيه من عند ربي معناتها كل واحد يحب يلعب والمضروب يحب يلعب واللي يلعب 90 يحب يلعب 180 معناتها باش تعدى مباريات كبيرة ياسر نبورت كل المستوى الثالث اسكندر الهلال اولسان الاهلي وداد مونتيري ليون بوكا جونيور وبوتافوكو. انا تمنيت بيرسونيلمون انه القانون يسمح زوز من نفس القاره ولكن مالوريزمون ما يسمحش نلعبوا كونتر الاهلي المصري دونك يعني مش مشتاق الاهلي تحب تلعب لها اسكندر ليه مش كيف عاد تلعب لها مونديال فرصه في ليه انا نشوفوا حد اخرين عواد اخرين دونك خلينا مع العرب دونك يا الهلال السعودي يا الوداد المغربي معناتها علاش الوداد ليه كيف نفس القاره اي الوداد كيف دونك الهلال السعودي علاش يكون الدي في هكا محترم معناتها الهلال قويه لا هي قويه من سيكولوجيكمون لما تكون عندك الادفيرسير نتاعك كيفك عربي والله وليت نخاف كل شيء عربي عاد نيمار نيمار وميتروفيتش وياسين بونو اما هلال سعودي خويا اما هلال الاخرى انا حسب رايي انا من الازياتيك شكون مثلا بسميه خاطر من اولسن هيونداي هذه اكها مثلا نجم تكون كوريا الجنوبيه هذه هذوما تربحهم لا توكرا ذاك شنو رايك سميتها شكون تختار الهونداي هذه يولس وانت ترى
انا نمشي للهلال اكثر زاد الهلال كيف كيف رغم اللي فريق ما نعرفش قوي برشا قوي برشا الهلال ما تنساش زاد حتى الفرق اللي هو سنتح شويه في السعوديه هو سنتح شويه في السعوديه اللي قاعد يتنافسوا الاتحاد تقريبا الاتحاد الاول لكن عم ناولوا ربعه على بعضهم نعطيك عين على الهلال الهلال عنده ركور وعنده عام واش ما خسرش شوف خسر هذه ماتش عنده تو اللي يحب يفهم الكوره في الخليج يمشي عدى 24 ساعة في النادي بتاع الهلال تو تفهموا برشا حاجات باهي الكونترا الاول اللي صح سعودي صح كونترا الاول ما كيما احنا كل يطلع ياخذ 500,000 تاعك انت 5 ملايين وما تاخذش يصحح 500,000 دولار واضح وفهم الباقي باهي هذوما القرعة والاختيارات نتاعكم باهي نمشيو فاصل وبعد نكملوا بقية المواضيع نتاع الحصة نتاعنا. ايوا